بقى ونبتدي معاكم حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، وهنبتدي باهم العناوين. اجتماعات بالاهلي لا تتوقف استعدادا لعموميه 28 سبتمبر. مجلس اداره النادي في حاله انعقاد مستمر. الفريق الاول يواصل تدريباته لموقعة الحسم امام هورايا. مانويل جوزيه في تدريبات الأهلي. محمد يوسف الأهلي أقوى من ظروفه. أجير يتمسك بسفر المنتخب لسوازيلاند بطائرة خاصة. الصحف الإنجليزية توضح أسباب تراجع مستوى صلاح. البداية دايما بتكون بأهم الكلام اللي اتنشر في الجرايد عن النادي الأهلي. مجلة الأهلي: سلسلة اجتماعات لا تتوقف استعدادا لعمومية 28 سبتمبر. خطة متكاملة لراحة الأعضاء، سيولة مرورية، أتوبيسات من مدينة نصر وزايد سيارات إسعاف مرجان، لا للزحام، والتصويت سيتم في 7 دقائق. الأخبار المسائي: مجلة الأحمر أو مجلس الأحمر في انعقاد مستمر. الأخبار: الأهلي يرمم صفوفه قبل مواجهة هورايا. الخطيب يكرم لجنة صياغة الدستور الأحمر ويطمئن على الترتيبات النهائية للجمعيات العمومية. الأهرام: الأهلي يدخل معسكر مغلق استعدادا لهورايا في دوري أبطال أفريقيا. نجيب يجري جراحة الغضروف ومحاولات لتجهيز سعد وفرص ناصر كبيرة. الأميرة تنادي الملك: نادي القرن يواجه هورايا الغيني السبت وإن شاء الله هنكسب. مجلة الأهلي: الأهلي في مهمة التأهل بالسلام. الجماهير تنادي عيش هورايا الكاس أهلوية. الأخبار المسائي: خلية نحل في الأهلي، اجتماعات كارتيرون تحسن تشكيل الفريق أمام هورايا. المساء: اختبار أخير لصلاح، محسن وجابر في الأهلي، التقرير الطبي يحسم مشاركتهما وسعد يقترب. مجلة الأهلي: محمد يوسف الأهلي أقوى من ظروفه، أول فريق في العالم يلعب 3 مباريات في 3 بطولات في أسبوع واحد، فهل هناك تحدي أكبر من ذلك؟ ننتحر ببطء وقريبا سنحارب على جبهة رابعة. الجمهورية: بعد بيان الفيديو وطلب التحقيق مع تحكيم الإنتاج، الأهلي يحسم موقفه من الدوري بعد لقاء هورايا. مجلة الأهلي: مواجهات قوية في الأسبوع المقبل، قطار الشباب يواصل التألق ويهزم المصري بثلاثية، و99 جاهز لعبور الحدود. مجلة الأهلي: مواجهات قوية للفرق 2001 و2003، 2001 الأفضل هجوميا والأقوى دفاعيا. نروح معاكم بقى لأهم التفاصيل اللي اتقالت عن أخبار النادي الأهلي في الجرايد، وهنبتدي مع مجلة النادي الأهلي اللي قالت إن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عمل سلسلة من الاجتماعات المستمرة مع مديرين الإدارات ومديرين أفرع النادي الأهلي عشان ينسقوا ويناقشوا كل الترتيبات اللي إدارة النادي بتتخذها عشان راحة الأعضاء يوم الجمعية العمومية، واللي هتكون إن شاء الله يوم 28 سبتمبر الجاري، واللي هيتم فيها التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. قال العميد محمد مرجان إن كل الإدارات جاهزة عشان تقدم سبل الراحة للأعضاء، وإن هيكون في أتوبيسات عشان تنقل الأعضاء من فرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، وبالتأكيد كمان هيكون في عربية إسعاف لأي حالة طارئة. وكمان أكد العميد مرجان إن في خطة محطوطة عشان عملية إدلاء كل عضو بصوته، والخطة دي مش هتتعدى 7 دقايق لكل عضو بكل سهولة وبساطة عشان اليوم يخرج بالصورة اللي بتليق بالنادي الأهلي وبأعضائه. في الأهرام كمان قالت إن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب قرر إن هو يكون في حالة انعقاد دائم لحد إن شاء الله يوم الجمعية العمومية.
كمان جريدة الأخبار قالت أن باتريس كارتيرون بيدرس كل الحلول والبدائل المتاحة عشان يقدر يعوض الغيابات اللي في الفريق بسبب الإصابات. الأهرام كمان قالت أن النادي الأهلي هيدخل بكرة في معسكر مغلق في فندق من الفنادق القريبة من مطار القاهرة استعدادا لمواجهة هورايا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي. وأن كابتن محمد يوسف كمان قال أن موقف سعد سمير من المباراة هيتحدد بكرة إن شاء الله بعد الفحص الطبي. وأكد كمان ناصر ماهر بيعاني من إجهاد في العضلة الخلفية بس فرصته إن شاء الله لسه كبيرة عشان يلحق بالمباراة. كمان مجلة الأهلي قالت منشط أو خرجت بمنشط في الصفحة الرئيسية بيقول الأميرة تنادي الملك. طبعا بيتكلموا عن البطولة الأفريقية بطولة دوري أبطال أفريقيا الملقبة بالأميرة الأفريقية والملك طبعا هو النادي الأهلي. برضو مجلة النادي الأهلي كتبت أن فريق النادي الأهلي في مهمة التأهل في السلام، إشارة طبعا لملعب السلام اللي هتقام عليه مباراة النادي الأهلي وهورايا كوناكري الغيني. الأخبار المسائي شبهت النادي الأهلي بخلية النحل، وده طبعا لأن كل الجهاز الفني والجهاز الطبي واللعيبة في حالة عمل دائم عشان يجهزوا لمواجهة هورايا كوناكري الغيني، وأن في اجتماعات مستمرة ما بين كارتيرون وما بين جهازه الفني عشان يستقروا على تشكيل الفريق اللي هيبدأ بيه المباراة. المسا كمان قالت ان الاختبار الطبي اكد ان صلاح محسن وميدو جابر جاهزين ان هم يشاركوا في المباراه. ميدو جابر كان بيعاني من شده في العضله الخلفيه، كمان صلاح محسن كان عنده حاله ارهاق، والتقارير الطبيه اكدت ان سعد سمير فرصته كبيره ان هو يلحق بمباراه هورايا كوناكري الغيني. كمان جريده الجمهوريه قالت ان مجلس اداره النادي الاهلي هيحدد موقفه من مباريات الدوري المصري الممتاز بعد انتهائه من مباراه هورايا كوناكري الغيني في دوري ابطال افريقيا، خصوصا طبعا ان اتحاد الكوره ما ردش على طلبات النادي الاهلي بالتحقيق مع حكام في مباراه طبعا الانتاج الحربي والنادي الاهلي واللي شهدت ظلم كبير جدا للنادي الاهلي. تابعنا معاكم أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. دلوقتي تعالوا نشوف الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الشروق إصابة عنيفة تضرب الشناوي في مران الأهلي. اليوم السابع الأهلي يكشف موقف ناصر ماهر من مباراة هورايا. فيتو السولية يجري إشاعة جديدة للإطمئنان على إصابته. 1-3 هورايا تدرب اليوم على ملعب الأهلي في مدينة نصر. في الجول الأهلي يستعيد ميدو جابر أمام هورايا. بوابة الفجر سعد سمير يغيب عن لقاء الأهلي وهورايا. كارسيرون يخصص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح. الأهرام سبورت هورايا أو عفوا جوزي يحضر تدريبات الأهلي. ترك الفقرة الأخيرة في تمرين النهاردة الصبح بسبب الإصابة الشناوي، طبعا اشتكى من الإصابة بسبب كرة مشتركة مع أحد زملائه في التمرين النهاردة قبل ما يخضع لفحص طبي ويسيب التمرين برفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اللي أكد أن الشناوي تعرض لكدمة في الركبة طبعا كانت سبب في عدم استكماله للتمرين، لكن برضو أكد أن الحارس الدولي إن شاء الله هيشارك بكرة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي ومفيش أي مانع من مشاركته طبيا. كمان اليوم السابع قال ان اكد محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي جاهزيه ناصر ماهر لاعب وسط الفريق لمباراه هورايا كوناكري الغيني في اياب دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا والمحدد ليها ان شاء الله الساعه 9 يوم السبت اللي جاي على ملعب السلام. قال يوسف ان ماهر اتعافى خلاص من الاصابه او من الاجهاد في العضله الخلفيه، لكن الجهاز الفني فضل ان هو ما يلعبش بيه في تمرين النهارده عشان ما ترجعش الالام مره ثانيه ليه. ووضح طبعا ان اللاعب هيكون جاهز مشاركة في التدريبات الجماعية للفريق من بكرة إن شاء الله يوم الخميس على ملعب التتش في الجزيرة. فيتو كمان قال إن هيجري
عمرو السوليه لاعب وسط الفريق الاول نادي الاهلي، اشاعه على العضله الضمه النهارده بالليل. وكمان اكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان اللاعب اتحسنت حالته بشكل كبير جدا، وهيعمل اشاعه النهارده عشان يطمئن على مدى التئام تمزق العضله الضمه. وكمان قال الدكتور ان اللاعب هيرجع للمشاركه في التدريبات وفي المباريات ان شاء الله بعد مباراه النجم اللبناني في البطوله العربيه يوم 28 من الشهر الجاري. وبيستعد النادي الاهلي لمواجهه هورايا كوناكري الغيني في اياب دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، ومحدد ليها يوم السبت الساعه 9 مساء على ملعب السلام. موقع 1-3 بيقول بيخوض هورايا كوناكري الغيني اول تدريباته في القاهره بعد عصر اليوم على ملعب النادي الاهلي بفرع مدينه نصر، وبيخوض الفريق الغيني تدريباته وبكره ان شاء الله هيكون النهارده وبكره كمان ان شاء الله هيكون على ملعب برده مدينه نصر، وهيأدي التمرين الرئيسي ليه الساعه 9 مساء يوم الجمعه على ملعب السلام. وصلت بعثه هورايا كوناكري الغيني القاهره امبارح، وكان في استقبالها كمان سمير عدلي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي. وكمان برده امبارح كان في تدريب على ملعب الاهلي بمدينه نصر، وزي ما شفتوا امبارح كمان جبنا فيديوز من تدريب فريق هورايا كوناكري الغيني. في الجول كمان قال انه بيستعيد النادي الاهلي خدمات جناحه ميدو جابر في مباراه الفريق قصاد هورايا كوناكري الغيني في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. ميدو جابر اتعرض للاصابه قصاد وادي دجله في اغسطس اللي فات، وده اللي خلاه يغيب عن مباريات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. كمان اعلن الموقع الرسمي للنادي الاهلي عن جاهزية ميدو جابر لمواجهة هورايا كوناكري بعد ما شارك في التدريبات الجماعية للفريق. وطبعا التدريبات دي كانت مقامة على استاد مختار التتش في مقر النادي الأهلي. انتظم ميدو جابر في التدريبات الجماعية بعد ما تعافى من إصابته واللي حرمته من المشاركة مع النادي الأهلي في مبارياته اللي فاتت. كمان بوابة الفجر قالت ان تأكد غياب سعد سمير مدافع الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي عن مباراة فريقه اللي جاية قصاد هورايا كوناكري الغيني في اياب ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا بسبب الاصابة، ولم يتعافى سعد من الاصابة بشد في العضلة الخلفية، وده اللي تعرض له طبعا في مباراة الذهاب، وخرج من الشوط الثاني ونزل مكانه زميله محمد نجيب بديل ليه. ادى سعد سمير خلال اليومين اللي فاتوا تدريبات تأهيلية في صالة الجيمنيزيوم بالاضافة لتدريبات الجري حوالين ملعب، وما انتظمش في التمرين الجماعي، وده اللي بيخلي او مبين ان فرصته بالمباراه شبه مستحيله. ده طبعا كان في اخبار تانية بتقول ان بكره هو اللي هيتم تحديد مصيره اذا كان هيشارك ولا لا، مش من النهارده، وهيتعمل له ان شاء الله فحص بكره، وهنتاكد ان كان هيقدر يشارك في المباراه مباراه هورايا كوناكري يوم السبت المقبل. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى ان هو يلحق بالمباراه ان شاء الله. كمان بوابه نيوز قالت ان خصص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي فقره للتدريب على ركلات الترجيح من تمرين النهارده، واللي اقيم على ملعب التتش في الجزيره. ادى جميع اللعيبه فقره التصويب من نقطه الجزاء في اطار الاستعداد لمباراه هورايا كوناكري الغيني في اياب الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، والمحدد ليها الساعه 9 مساء يوم السبت الجاي ان شاء الله. الاهرام سبورت كمان قالت ان حرص مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الاهلي على زياره تدريبات الفريق النهارده، واللي كانت طبعا مقامه على ملعب التتش في الجزيره عشان يحفز اللعيبه قبل المواجهه المرتقبه قصاد هورايا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي في اياب دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. جوزيه كمان نزل سلم على اللعيبه بعد انتهاء التمرين، وعمل جلسه مع محمد يوسف المدرب العام واللي طبعا قائم باعمال مدير الكوره في الفريق بعد ما انتهى التدريب النهارده.